دائما في تعزيز الديمقراطية. هناك إجراءات مقترحة حول حقوق المعارضة. وين جات هذه الإجراءات؟ أولا جات في مادة جديدة خاصة بالأحزاب، وهي مادة 42 مكررة، اللي تنص أن كل الأحزاب بدون استثناء، كان صغير كان كبير كان في المعارضة كان من الأغلبية، له حقوق، وأذكر منها ثلاثة على الأقل: حق التعبير والاجتماع، حق للحصول على وقت في وسائل الإعلام العمومية لأن الخاصة ما فيهاش إشكال حسب الوجود على المستوى الوطني، وحق الحصول على مساعدات مالية من طرف الدولة على بالمقارنة مع الوجود في البرلمان أو بالصلة مع الوجود في البرلمان. الآن هناك إجراءات أخرى خاصة بالمعارضة البرلمانية، المعارضة اللي موجودة في البرلمان وفي هذا الوجود تشارك في تسيير البلاد بالمصادقة وبالمعارضة بطبيعة الحال. هذه المعارضة جاءت مادة جديدة حاملة العديد من الحقوق تضمن لها دستوريا، أذكر منها اثنين: أذكر منها الحق أن كل شهر كل غرفة من غرفتي البرلمان تخصص حصة فقط لمعالجة مشروع جدول جاء من المعارضة.